بحثت الولايات المتحدة وأوكرانيا احتياجات كييف الأكثر إلحاحاً والأزمة الإنسانية التي سببتها عملية روسيا العسكرية، فضلاً عن مناقشة المزيد من السبل التي يمكن لواشنطن من خلالها مساعدة أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس الوزراء الأوكراني في واشنطن العاصمة، حيث أعلن بلينكين عن دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، مؤكداً إصرار واشنطن على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد عملية روسيا العسكرية.